أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. سنبدأ نفتح الصناديق اللي وصلتنا بهاي الشحنة ونشوف الغراض اللي واصله. عندنا هنا مايكروفون من هايبر اكس، طبعا مايكروفون احترافي وفتشي، يعني النوعية مالته كل زينة. طبعا تلاحظون من التغليف ايضا سعره شوية غالي لان مايك احترافي، يعني يستخدموه حتى بالاستديوهات. طبعا احب ابلغ الناس انه احنا شغلنا شركة شحن، نشتري الغراض من امريكا ومن الصين ونجيبها للعراق حسب طلب الناس. يعني هذين الغراض اللي معروضة، هذين ما معروضات للبيع، هذني ناس موصين عليهن ودافعين مبلغ مقدم والباقي يدفعوه عند الاستلام. مدة الوصول تتراوح من 3 أسابيع إلى 5 أسابيع. أكو بعض الغراض تتأخر شوية، طبعا هذا تأخير مو بيدنا، لأن التأخير يصير إما من الجمارك بأمريكا أو من الجمارك اللي بالعراق، فصير مرات أمور العفو صير مرات أمور بها تأخير. بالنسبة أي شخص إذا عنده أي سؤال أو استفسار، كل اللي عليك إنه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، راح اخلي الرابط مال الصفحة مالتنا بالوصف، او اذا تريد يعني راسلنا، هو ماك غير الفيسبوك، يعني راسلنا على الفيسبوك، لان اغلب الرسائل والطلبات والحسابات كلها على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا اكو توصيل لكل المحافظات، وبالنسبة للمواقع اللي نتعامل وياها اللي هن امازون واي باي وعلي اكسبرس وجير بيست، هذني يعني نقدر نقول اكثر المواقع اللي نتعامل وياها. طبعا نتعامل ويا غير مواقع هواية، فانت اذا تريد تعرف سعر المنتج دزلنا رابط الشغلة اللي تريدها واحنا راح نعطيك السعر. بالنسبة نستعرض هذين الغراض، هذين الغراض اكرر هذين مو للبيع، هذين ناس موصيهن. فاي شخص يحب يطلب مثل هذين الغراض او اي غراض ثانية، خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نكمل وياك الطلب. يعني ببساطة اي سؤال او استفسار بخصوص هذين الغراض او غير غراض، راسلنا على صفحة على الفيسبوك. خلينا نستعرض وياكم هذين المنتجات شوية. عندنا هنا معجون أسنان، طبعا هذا أصلي وبصراحة أنا مجربه، في الشي كلش ممتاز مال تبيض الأسنان والمال. عندنا هنا كتاب، هذا كتاب إنجليزي، طبعا شوية مستعجل والغراض ما أعرف تفاصيله بالمضبوط لأن الشحنة شوية تأخرت ونريد نسلمها بأسرع وقت. عندنا هنا ساعة ماركة كاسيو، طبعا هاي ساعة أصلية مثل ما جاي تشوفون بالفيديو. عندنا هنا مثل معرض مال الساعات واضح قدامكم بالصورة المعروضة. يشتغل يفر الساعة او لا على البطارية ما اعرف. عندنا هنا مواد تجميل وهالامور. عندنا هنا منتجات خاصة، كولاجين، هنا مكمل غذائي معروف كولاجين وفيتامين سي حسب ما مكتوب. طبعا هذين مكملات غذائية كلهن أصلية ومصنوعات داخل أمريكا. مثل ما جاي تشوفون نقدر نجيب كميات، بس كميات بسيطة مو كميات كبيرة. فأي شخص يحب يطلب فيتامينات أو معادن، فيتامين سي فيتامين دي أصليات 100% ومصنوعات مكتوب عليهن يعني ميدن USA، فنقدر نجيب هي. عندنا هنا مجسم، هذول مال المصارعين، بصراحة ما متابع المصارعة بس هذول اكو ناس متابعينهن وطالبين هذني الأشياء مثل ما واضح قدامكم. طبعا تقدرون تصفحون صفحتنا على الفيسبوك وتشوف الغراض اللي جايبيها سابقا والصور مال الغراض. واي شخص عنده سؤال او استفسار خلي راسلنا. طبعا هنا منتجات مال يوغي، اي شخص يحب يطلب اوراق مفردة نقدر نجيب. هنا ساعة سمارت ووتش، ساعة ذكية، وهاي مواصفات مالتها مكتوبة. عندنا هنا منتج مال يوغي مال سبيد دول، طبعا اي شخص يحب يطلب مثل هاي المنتجات ايضا خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نجيب الهيا من امازون من امريكا. اذا عندكم اي سؤال علقوا على هذا الفيديو بالتعليقات، ان شاء الله راح نجاوبكم، او تريدون تراسلونا على الصفحة. هنا مكملات غذائية وفيتامينات، اتوقع هذا زيت السمك وهيك شيء.
نانا كريم مالت مرطب، طبعا بيفت خواص معينة ومميزات صراحة ما لحق أقراها لأن مستعجلين نريد نسلم الغراض. هنا أنا كوكونات أويل اللي هو زيت مال جوز الهند مثل ما واضح قدامكم. اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل عن منتجات خليه يبحث عنها باليوتيوب أو بالجوجل راح يعرف عنها أكثر. طبعا أكرر، إحنا شغلنا شركة شحن وهذن الغراض مو للبيع، فعملنا يتلخص أنه نشتري الغراض من المواقع الخارجية ونجيبها للعراق حسب طلب الناس، جاي سواء جملة أو مفرد. عندنا هنا فيتامين بي كومبلكس 250 علبة، فيتامين بي واضح يعني ما يحتاج شحنة. فور ايفر فريدوم، هنا أنا منتج مال مفاصل، هذا مثل شراب هذا يساعد بالمفاصل. صراحة يمكن منتج مال مساج أو هيك شيء، صراحة ما أعرف شنو شغله. إيكو دوت هذا مال أمازون اللي تقدر تحكي وياه وتعطي أوامر صوتية وهيك شيء. منتج كلش حلو، شوفوا عنه باليوتيوب شنو هو. سمارت بلاك تقدر تربط هذا البلاك أو بلاك على الموبايل تطفيه كأنك على الإنترنت، أو تقدر تستخدمه ويا هذا الإيكو دوت عن طريق الأوامر الصوتية، يعني شغله وتطفيه بالصوت، هالشي حلو. كفرات مال الموبايل، كفرات منوعة بصراحة، أي شيء نقدر نجيبه، يعني تقريبا معظم الأشياء نقدر نجيبها، مكملات غذائية، ملابس، إكسسوارات، إلكترونيات، هواي أشياء غير اللي معروضة، فموبايلات، حاسبات، أي شيء بالك موجود موقع أمازون نقدر نجيبه. إذا عندك قطع غيار تريد تجيبها مثلا مال سيارة أو مال موبايل أو فد شغلات معينة، قطع غيار أو قطع تصليح بنقدر نجيب لك إياها. مثل ما قلت يعني في شيء بسيط، راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وانتظر الجواب. طبعا أكو رسائل كلش هواي علينا فلازم تنتظر، يعني يوصلك السرة وراح نجاوب. طبعا راح نجاوب على الكل، يعني ماكو واحد نعوفه ما نجاوب عليه، بس شوي نتأخر. هذا نياسين اللي هو مكمل غذائي اللي هو يبي 1000 علبة يمكن، صراحة ما أعرف شنو شغله، كون أقعد أقرأ ومستعجل شوية. مايكروفون مع تسجيل الصوت، هذا واضح قدامكم مكتوب. هنا أنا فيتامين بي 1 طبعا مثل ما جات تلاحظون، هاي المميزات مادة، وهذا هذن المكملات الغذائية المصنوعة من داخل أمريكا، ما تطلع إلا من موافقة مع الـ FDA من أمريكا اللي هي وزارة أو منظمة مع الأدوية أو هيك شيء بداخل أمريكا. فهذن كلهن يعني نقدر نقول عليه أصليات 100% وموافقة الحكومة الأمريكية. طبعا مواد تجميل نقدر نجيب، ومكياجات كلهن أصليات. هنا هذول مال المصارعة، هنا شنو هاي، ها هاي سماعات، هاي سماعات مال السيارة طبعا كأنك بيها على السيارة ويا السيارة. قناع مال اللعبة، يمكن مال بوردرلاند ما متأكد. كريمات ومواد تجميل مثل ما جاي تشوفون. هنا هذا شاي حتى ما مكتوب، بس بيفد فد أشياء علاجية وخواص مع التجميل. ملابس عندنا هنا هيرب أند أويل إنفيوزر، ماكينة مال دمج أو عصر الزيوت أو هيك شيء، الصراحة ما متأكد، بس هاي المواصفات مالتها، واللي يحب يطلع على هيك شيء خليه يدور عنها باليوتيوب أو بالجوجل. أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.